اهلا وسهلا بكم محبي قناه ورد الجوري في فيديو جديد. نتمنى لكم رمضان كريم وصحه فطوركم بطبيعه الحال. عندي معكم الكراوش ديالي. الوغ شنو غنحتاج هنايا؟ نحتاج دقيق كيلو كامل ديال ثوم الزبده، حتى هي غادي نديرها اللي هي بطبيعه الحال 250 غرام. هنا انا درت كيلو ديال الدقيق ودرت 250 غرام ديال الزبده، رشه الملحه، رشه. انا ما كنديرش السكر وما خاصنيش السكر وما كنبغيش الكراوش، غنديرهم بالطريقه السوسيه المعتمده عندنا. هنا كنديروا واحد الساشي ديال هانتوما فاني سكر، كاين السم، هذه الغبره ديال الفانيلا كتعجبني بزاف، كتنسم في نفس الوقت كتعطيك واحد لو زوين بزاف. هذه كتبعها هنايا. هنا كنخلطوا بالحليب، انه كيكون عندك حليب طبيعه الحال، شويه كتسخنوا كتدفيوه. بسم الله غادي نبدا ان شاء الله. انني هانتوما الزبده ديالنا راه ديجا خرجتها وخليتها في برا ديال الكونجيلاتور حتى على الدرجه الحراره ديال المطبخ، يعني صافي راه ما فيكم تحكموا فيها كما بغيتوا. كتخلطوها مع الدقيق انتما. هنا غادي نخوي هذه اللي هي الخماره ديال الحلوه، ها هي بيكنج باودر، كنديروها في المدخل. هنا كتجمعوا 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 حتى تجمع لينا. حنا الغايه عندنا انه هاد العجينه خصها تجمع، صافي جمعوها. باش بس مازال شويه الحليب طلب شي تقور تخفوا شويه. باش انا نبدا دابا جمعت العجينه ديالي، ها انتما راه ما كرستها ما والو، يعني يلا جمعتهم بداك الحليب اللي شفتو وصافي وخليتهم هكا. راه كيتلقوا هما بشويه بشويه عليهم، كيترخاو كتخليوهم في الجنب، يعني ما تغطيهم ما والو. وبطبيعه الحال كنهزو وحتى كنقرصوها، ها انتما انتما كتحاولوا انكم تطلقوها على شكل مربع ولا كيما تحبوا. ياخذ نظرياته من داخل المعامل الى الخارج، حلضمه تقلبوهم هما راه كيتشبروا مع راسهم. صاي ما فيكمش مازال انكم تلصقوهم ولا ما تلصقوهم انتما. هذه حتى هي انتما غير حتى على هذه. الدراري البنات انا درت ثلاثه د ليكوش، كتخرجوا من هنا كتجبدوا من هنا وكتجبدوها نتوما ياكو هكا بوحدها كتلصق. دي السلبوله مازال كندلك هنايا لانه بغيتي ديرها رقيقه. دي وحده هنايا انا واخا كتبقى راه ما كت ها نتوما ما كتنشف ما والو، بحكم اننا راه عجنا بالحليب. اللي كتعجنوا بالحليب حاولوا انكم حليب الى سخونه عندكم الدنيا الدار سخونه، عجنوا غير بحليب بارد. الا كانت الدار بارده ديروا سميتو، الا كانت الدار بارده ديروا حليب دافي شويه. ها نتوما هي السنبوله هنا اخواني اخواتي. ها نتوما بعد ما كملنا السنبوله ديالنا، ها نتوما كتشوفوا بطبيعه الحال كيفاش جات ديكور، جات زوينه في ديالكم كيفاش هي. هنا اخواني نديرو الزيت وكنخليوها طيب شويه، يعني الزيت ما كتخليوهاش حتى كتحمى بزاف بزاف، لا كطيب غير بشويه وعاد كنرميو باش في نفس الوقت انه ما تحرقش لينا، هادو ما يتحرقوش لينا وياخذوا وقتهم في الطياب. ها نتوما بدينا حنا دابا بسم الله كنلوحوا فيها باش تاخذ وقتها تحمر لينا بشويه، وفي نفس الوقت هي باش تاخذ وقتها خصها تحمر بوقتها. وما تكثروش، حاولوا اخواني اخواتي ما تكدسوش في العجينه هنايا. ها نتوما هي ديجا راه ناشفه و عندي معها مشكل صراحه. مازال عندي واحد الكونتيتي تما ومازال شاط لي واحد لابول اخرى، ونطوندو حتى نكمل هنا ونطيب هادي باش نشوف كيفاش غادي تجيني الاخرى، ولا سينو باش ما نضيعش ديك لابول الاخرى عجين لي شاط ندير فيه غير الكراوش عادي اللي كياخذوا وقتهم في نفس الوقت كيتحمروا على خاطرهم، وكتخليهم انهم يتنحلوا يعني تفتحوا بوحديتهم، ما ديروش العافيه مجهده ترميهم ما غاديش يتحل وما غاديش تعطيكم داك الديكور وفي نفس الوقت ما غاديش طيب.
كيحلوا ما شاء الله وكيتنفخوا. هنا غنحاول انا نقلبها، لا مازال ما غتقلب ما والو لانه باقي ما تحمرات. كياخذوا وقتهم، خليهم حتى كيتحمروا لكم من تحت عاد كنقلبهم، يعني ما كنزبوش عليهم وما كن انتما كتبان. ها انتما دابا هذه راه تحمرات لينا، بدات كتحمر، حنا قلبناها باش في نفس الوقت ملي غادي تكون التحميره كتجي كيجيو كيتحمروا من الجهات كاملين. طبيعه الحال كاين اللي كيدير لهم العسل، شفتوا في اليوتيوب كاين اللي كيدير لهم العسل، كاين اللي لا لا انا ما لياش العسل نهائيا، ما لياش هذا العام في السكريات نهائيا. خليونا حنا ناكلو ولتا السكر كلاصي، ما كاين اللي كيدير لهم السكر كلاصي، كاين اللي كيدير لهم يعني كل واحد له شوا ديالو. بطبيعه الحال ما عندناش مشكل، نتوما فيكم ديروا لهم سكر كلاصي، فيكم انكم ديروا لهم اللي بغيتوا، ماشي مشكل اختياري هذا الشيء، فيكم ديروا لهم حتى العسل. هما اللي بداو كيتحمروا، سي بوغ سا قلت لكم حاولوا انكم تقللوا، انكم ما تكدسوهمش، ف ما يمكنش يتكدسوا لانه ما غاديش يخرج الديكور هو هذاك، وفي نفس الوقت ما غاديش يتنفخوا. تخليهم انهم يتحمروا شويه، ضروري ياخذوا لوين ضروري. اخواني اخواتي، هذه هي تتمه ديال الكراوش ديالنا اللي بطبيعه الحال على شكل سنبوله. انتم كتشوفوا كيفاش جاوا، صراحه جاوا زوينين، حتى في المذاق جاوا بطبيعه الحال المعتمد عندي المذاق هو كراوش عاديين، اكيد اي واحد كيعرف يصاوب الكراوش. واللي حبيت انني نشاركها ونبدل الديكور هو هذا الشكل ديالهم. انتم الشكل ديالهم كتشوفوهم بطبيعه الحال كيبان لكم، وهذا هو انتم كيفاش جاوا بطبيعه الحال، جاوا هشيشين بزاف انتم، وفي نفس الوقت جاوا في الداخل بحال باتفويتي. نوري لكم، ما عرفتوش غادي يكون انتم، صراحه جاوا زوينين بزاف، هشاش بزاف، وفي نفس الوقت جاوا مرقين. هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي هو ديال الكراوش على شكل سنبوله، واللي نتمنى بطبيعه الحال يعجبكم الاستحسان ديالكم، وهذا وكنقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.